السلام عليكم. قلت لك الصباح ملي دزنا في الكار سمعنا الصوت، سمعنا الدخا ديال باش ضربها ديال الجويجه ولا سميتو، وحنا واقف في الكار اللي وجينا لقينا المراه طايحه في الطوموبيل، وجا خوها وضربو حتى هو، ومشى لحدا الفارماسيان لهناش، والاخر في الطوموبيل هو خرج وشد في الطريق وغادي، والمراه في الطوموبيل راه ضربانه. حنا سمعنا الدخا اللي هو بطنا ولكن ما قربناش، والسيد كيغوت قلت لواحد مال هذا، قال لي راه خو هذاك راه ضرب مرته راجلها، والسيد غادي للبوزنيقه ولا فين، قال لي راه داك السيد ولا قتل راسو تما وجابته لا بيلانس، وبقينا حنا. المهم السيد الراجل والمراه ديت عاد شي ثلاث ايام هذه الدواء الله عمر هذا كيف، المراه قالت لي اش غادير الدواء الناس محترمين الله عمر هذا، راه الشيء اللي كان انا راه براني انا ماشي ولد مع تسعود ونص انا تما سمعنا تخيل الله، وصلنا حدا السبيطار رجعت انا وقفت الليل ما دخلتش حداهم، تسعود ونص ديال الصباح انا غادي للخدمه كنخدم في الكريانات. واش السيده كانت ماتت ولا مازال؟ لا مازال، ملي ضربها في الطوموبيل لداخل في الطوموبيل عندها الطوموبيل حمراء راه فيها القرطاسه الوداد. ثلاجه في قرطاس. اي راه وحده جات في المراه وحده جات في الطوموبيل. وجا خوها هضر مع الاخر ضربو حتى هو. ومشى تلاح لهي فم الفارماسيان وهربت انا رجعت للور ملي شفتو ضرب حتى الاخر خفت. السيد ما عرفت واش الله اعلم تخافت انت يديري فيك شي واحد ولا مشيت ليه واحد شويه ديما راه الطوموبيل مشى كيعيطوا لي مول الكار قال لي اش غتخدم، قلت له الله طلعت للخدمه حتى دابا يلاه جيت عاود في الخدمه هذا الشيء اللي عطى الله. ضربها هي في الطوموبيل والاخ ديالها على برا ضربو اخ ديالها وديما راه الطوموبيل ومشى شدها في الطريق. ديما راه الطوموبيل اللي ضربها فيها ولا لا؟ هي عندها الطوموبيل ديالها حمراء، هو عنده الطوموبيل بوحدو كات ديالو كحله وجاب داسيا تيشكل بحال هادي داسيا دوستر بحال هادي اللي عنده هو هي في الطوموبيل ديالها ضربها في الطوموبيل ديالها هو وجا خوها ضربو حتى هو في الطوموبيل ديالها بحال هادي دوستر كحله وشد الطريق قدام هاديك قدام المكحله معاه مشى الواد الشراط قطر ساعتها حضرت الصباح في 9:30 مشى الواد الشراط 9:30 كنت هنا كنا هنا الدراري حنا مشينا للخدمه الشيء اللي شفناه والناس محترمين لا عمر هضر اللي كنعرفوهم.